ما معنى اسم تسنيم؟ معنى اسم تسنيم: ليست جميع الأسماء العالم العربية الأصل معروفة المعنى لدينا، حيث يوجد الكثير منها الذي لا نعلم عنه الكثير من التفاصيل التي تجعلنا نقبل على تسمية أطفالنا بها في الأجيال الحديثة. ويعد اسم تسنيم أحد هذه الأسماء التي لا تتمتع بقدر كبير من الشهرة وسط الأسماء العالم. على الرغم من تميزها لهذا، اعتقدنا أننا إذا قمنا بإلقاء الضوء عليها من توضيح كامل لتفاصيلها، يمكن أن يكون الاسم من الأسماء المنتشرة وبكثرة في الفترة المقبلة. من المعروف أن اسم تسنيم من أسماء العالم المؤنثة التي جاءت من الأصل العربي، تحديدا من الأصل العربي الإسلامي، وذلك لأن اسم تسنيم من الألفاظ القرآنية التي جاءت في أحد السور المتواجدة في القرآن الكريم، وتحديدا في سورة المطففين في الآية رقم 27 في قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم. وعن معنى الاسم سواء في اللغة أو القرآن: في القرآن مثلا كما ذكرنا، اسم تسنيم ورد ذكره في سورة المطففين وبالضبط في الآية 27. والاسم في القرآن قد جاء إشارة إلى أحد العيون المتواجدة في الجنة، وهي عين ماء لا يشرب منها إلا المقربون من الرحمن في الآخرة، ويقال أنها أرفع وأفضل شراب متواجد في الجنة. أما عن سبب تسميته بهذا الاسم، فيقال أن السبب أن عين تسنيم تجري فوق القصور والغرف المتواجدة في الجنة. دائما ما يبحث الآباء والأمهات عن معنى الاسم الذي يقومون باختياره لأطفالهم، وإن كان الاسم لفظ قرآني كاسم تسنيم، يكون كل من الأبوين يرغبان في التعرف على معنى الاسم سواء كان في القرآن الكريم أو في اللغة العربية، لأن بعض من الأسماء تختلف معناها في القرآن عن اللغة. وعن معنى اسم تسنيم في اللغة، فقد ورد في معاجم اللغة العربية، وهي أن تسنيم قد جاء من الجذر الفعلي سنمة، ويختلف معنى الفعل وفقا للجملة الواردة فيه. بعد البحث عن شخصية اسم تسنيم والصفات التي عرفت عن مجموعة الفتيات اللتي عرفن بهذا الاسم، ويمكن القول بأن هؤلاء الفتيات من أفضل الشخصيات التي يمكن أن نتعامل معهم في حياتنا اليومية. فهي فتاة رقيقة للغاية وحساسة، لبقة في الحديث ولكنها لا تحب كثرته، طيبة القلب وعطوفة على الآخرين، لينة الطباع وهادئة وعاقلة، وبارة بوالديها ومقربة لوالدها بصفة خاصة. وحتى نكون قد وفرنا كامل المعلومات عن الاسم الذي نقدمه في هذا الفيديو، نعرض عليكم بعض الأسماء الجميلة التي تصلح كدلع لاسم تسنيم، وهي نيمو، سيمو، ساسو، ميمو، وميمي.